بالنسبة بقى للأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، ففي مجموعة من الأحداث المهمة زي حصول جامعة الإسكندرية على مراكز متقدمة في تقييم ويبو ماتريكس الإسباني للعام 2022، بالإضافة لأن مشروعات المياه والصرف الصحي اللي بتتعمل في أسوان هتنتهي إن شاء الله قبل نهاية شهر رمضان، وأخبار أخرى من محافظة الجيزة وأسيوط وكمان من محافظة سوهاج. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الإسكندرية، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عن تواجد الجامعة ضمن أعلى قائمة 6% من جامعات العالم في تقييم ويبوماتريكس الإسباني للعام 2022، وبكده تكون الجامعة تقدمت 32 مركز عالمي عن السنة اللي فاتت، وده بسبب جهود الجامعة في التوسع في الشراكات والبرامج الدولية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية. في أسوان، منح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة أمام شركات مياه الشرب والصرف الصحي وتوزيع الكهرباء حتى نهاية شهر رمضان الحالي علشان ينتهوا من كل أعمال البنية التحتية وإحلال وتجديد الشبكات بطريقي كيما والسماد. محافظة الجيزة بتكثف جهودها لنقل موقف ميكروباص الوراق والكتكات العشوائي اللي موجود أسفل كوبري الجيزة بشارع مراد، وتجهيز موقع بديل بموقف السيرفيس بميدان الجيزة، وده ضمن خطة استبدال مواقف السيرفيس العشوائية اللي بتسبب إعاقة للحركة المرورية. امبارح أسيوط احتفلت بعيدها القومي اللي بيوافق 18 إبريل كل سنة إحياءً لذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية سنة 1799. وامبارح قام محافظ أسيوط بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار. اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أصدر امبارح قرار بإنشاء وحدة منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني. المنصة دي هتكون نقطة اتصال بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية علشان تسهيل عملية تسويق المنتجات التراثية.